أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع في دروس جديدة من دروس التربية الوطنية. الهدف من هذا الأسبوع عزيزي الطالب يبين مفهوم الجيش العربي. تعود نشأة الجيش العربي إلى نخبة من رجال الأردن والعرب الذين شاركوا في الثورة العربية الكبرى، والذين خرجوا مع الأمير عبد الله بن الحسين من الحجاز لتحرير سوريا من الانتداب الفرنسي والمطالبة بإرجاع الملك فيصل. وقد تشكلت إمارة شرق الأردن برئاسة الأمير عبد الله بن حسين الذي عمل على تشكيل أول حكومة وطنية، وأطلق الأمير عبد الله اسم الجيش العربي على نواة الجيش الأردني. ثم تطورت قواتنا المسلحة منذ ذلك الوقت حتى أصبحت واحدة من أكثر جيوش المنطقة كفاءة ومهنية، وتتكون تشكيلات القوات المسلحة الجيش العربي من القوات البرية الملكية الأردنية وسلاح الجو الملكي الأردني والقوات البحرية الملكية الأردنية. دور القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في الأمن الوطني. المهمة الأساسية للقوات المسلحة هي الدفاع عن الوطن، وكذلك مساندتها لقوى الأمن الداخلي في الحفاظ على الأمن والنظام وتحقيق الاستقرار كلما دعت الحاجة إلى ذلك. فالقوات المسلحة هي أداة الدفاع ونموذج للتنمية وصورة مصغرة للمجتمع. تنطلق فلسفة بناء القوات المسلحة بشكل عام من الإدراك العميق لمفهوم الأمن الشامل المتمثل في تحقيق القدرة التي تمكن الدولة من تأمين مصادر قوتها الداخلية والخارجية والاقتصادية والعسكرية، وحمايتها في شتى المجالات لمواجهة المصادر التي يمكن أن تهدد أمنها في حالتي السلم والحرب. يعد بناء القوات المسلحة وإعدادها أول واجبات الدولة التي يجب أن ينال القصد الأكبر من اهتمامها، وهذا يتطلب التخطيط الاستراتيجي لاستخدام القوات المسلحة في حالتي السلم والحرب، فالقوات المسلحة هي جزء أساسي من الكيان التنظيمي. دور القوات المسلحة الجيش العربي في التنمية. تقوم القوات المسلحة الأردنية بالمشاركة الفعالة جنبا إلى جنب مع القطاعات كافة في شتى المجالات، بتقديم المساعدة لجميع المواطنين والمؤسسات ودعمها خطط التنمية الأردنية والمساهمة في أعمال الوطن. من الأدوار التي تقوم بها القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي: المساهمة في مجال التعليم من خلال افتتاح عدد من المدارس التي تشرف عليها مديرية الثقافة العسكرية في عدد من محافظات المملكة لتؤدي دورها في رفع المستوى التعليمي والثقافي في المدينة والريف والبادية. وفي مجال التعليم العالي، يعد الجناح العسكري في جامعة مؤتة رافدا أساسيا يرفض القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالضباط والمرشحات المؤهلين أكاديميا وعسكريا. أيضا المساهمة في المجال الصحي، إذ تساهم القوات المسلحة عن طريق الخدمات الملكية تقديم كافة أنواع الرعاية لمن تسبيها وذويهم مجانا، وتنتشر المستشفيات العسكرية في كافة أنحاء المملكة لتقديم الرعاية الصحية للعسكريين والمتقاعدين منهم. كما ينتفع من هذه المستشفيات كثير من أبناء الدول العربية الشقيقة ورعاياها. ومن هذه المستشفيات مستشفى مدينة الحسين الطبية التي تعد أنموذجاً وسرحاً طبياً على مستوى المملكة. أيضاً المساعدة في عمليات الإخلاء والإنقاذ في حال الكوارث. استصلاح أراضي زراعية وإقامة السدود وزيادة الثروة المائية الحصاد المائي. أيضا تشجيع الصناعات المحلية لدعم الاقتصاد الوطني ومشاركة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في قوات حفظ السلام الدولية، وذلك بسبب حفيتها العالية. إذا عزيز الطالب، القوات المسلحة هو أن تخيل عزيز الطالب أن هناك دولة بدون جيش، ماذا تتوقع أن يكون مصيره؟ أيضا أن الشعار الذي على جباهكم مكتوب عليه الجيش العربي، وهذا الاسم لم يكن صدفة أو مجرد شعار، وإنما هو تأكيد على التزام هذا الجيش بتفعل قضايا الأمة العربية وترابها وأمنها من أي خطر. هذه قول من أقوال الملك عبد الله الثاني ابن الحسين. كما قلنا أن المهمة الأساسية للقوات المسلحة والجيش العربي في الأمن الوطني هو هي الدفاع عن الوطن ومساندتها لقوى الأمن الداخلية في الحفاظ على الأمن والنظام، تحقيق الاستقرار كلما دعت الحاجة إلى ذلك. أيضا تنطلق فلسفة بناء القوات المسلحة بشكل عام من الإدراك العميق لمفهوم الأمن الشامل المتمثل في تحقيق القدرة من الدولة من تأمين مصادر قوتها الداخلية والخارجية والاقتصادية والعسكرية. أيضا كما قلنا
تقوم القوات المسلحة بالمشاركة الفعالة جنب إلى جنب مع القطاعات كافة في شتى المجالات بتقديم المساعدات لجميع المواطنين والأسر. شاكرة حسن تعاونكم واستماعكم.